بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الخامسة في سلسلة محاضرات البيولوجي الجزيئي Molecular Biology، وهي بعنوان Post Replication Events and DNA Proof Readings and Repair Activity. طبعا المحاضرة هي عن الأحداث التي تتبع عملية الريبليكيشن، عملية تضاعف الDNA، وأيضا عن عمليات تصحيح الـ DNA أثناء الـ replication وما بعد انتهاء الـ replication. طبعا العملية اللي هي جدا مهمة التي تحدث بعد الـ replication هي عملية الـ DNA methylation. عملية الـ DNA methylation هي عبارة عن إضافة مجموعة مثيل، إذن هي عملية biochemical، عملية كيميائية حياتية تحدث بإضافة مجموعة المثيل CH3 group إلى السيتوسين والأدينين في النيوكليوتيدات الموجودة في الـ DNA. الوظيفة الرئيسية لعملية الـ DNA methylation في البكتيريا هي حماية الـ DNA من دخول أي DNA غريب إلى داخل الـ DNA. هناك إنزيمات تسمى Restriction Endonucleases، وهي إنزيمات يسموها الإنزيمات المحددة بالعربي، مجموعة من الإنزيمات موجودة في السيتوسول مثل البكتيريا، عندها قابلية على هضم أي DNA غريب عن طريق الديتكشن، تحديد الـ DNA الغريب عن طريق الميثيليشن باترن. لما تشوف أكو ميثيليشن تعتبره DNA صديق، بينما من مثل الميثيليشن اللي هي متعودة عليه عادة تقوم بقطعه. ليش؟ حتى تحمي الـ DNA من دخول، أو الـ DNA الغريب من دخول الـ DNA مالت الخلية. الـ DNA methylation موجود في أغلب الكائنات الحية، وهناك كائن حي واحد اللي هو دروفيزيلا ميلانوغاستر هو الوحيد الفاقد لعملية الميثيليشن. الإنزيمات المسؤولة عن عملية الميثيليشن تسمى ميثيل ترانسفيريز. وهذه الإنزيمات عندها قابلية، طبعاً مع تعتبر مثيلة الإنزيمات المثيل ترانسفيريز مع الميثيليزز هي سيستم كامل يسمى restriction modification system. وهذا السيستم طبعاً بعد ما تحدث عملية المثيلة بالميثيليز هي إنزيمات أو المثيل ترانسفيريز يسموها، يكون الـ DNA محمي من الهضم بواسطة restriction enzymes. لهالسبب سموا هذا السيستم restriction modification system. مثل ما نلاحظ بهذا الشكل إنه هذا الـ DNA في مواقع مثيلة اللي هو يحدث عادة في الأدينين والسيتوسين. هذا الأدينين مثل ما نلاحظ بمجموعة مثيل CH3. الإنزيم القاطع، خلينا نقول أي إنزيم معين، هي مجموعة إنزيمات عندها قابلية مثلاً للقطع في هذا المكان ما بين الـ AG وما بين الـ AA، وهنا ما بين الـ CG وما بين الـ AA. المهم إنه تقطع في هذا المكان GAA، هنا GAA تقطع في هذا المكان، فراح تصير قطعتين من الـ DNA، القطعة الحمراء والقطعة السوداء. هذا في حالة إنه ماكو مجموعة مثيل، لكن لما تكون مجموعة المثيل موجودة راح تمنع هذه مجموعة المثيل انزيمات الريستريكشن انزيمز من أن تقطع الـ DNA في هذا الموقع. إذن ما هي وظيفة الميثيليشن أو عملية المثيلة في البروكاريوت؟ طبعاً لها وظيفتين اثنين. الوظيفة الأولى كنا نحكي عليها قبل شوية اللي هي حماية الـ DNA من دخول DNA غريب إلى الـ DNA.
فإذا هي حماية protection أولا. الشيء الآخر عملية الـ DNA methylation تحافظ على replication fidelity، القصد أنه دقة الريبليكيشن. وكيف يحدث هذا الشيء؟ يحدث هذا الشيء لأنه مثل ما نعرف أن عملية الـ DNA methylation تحمي الـ DNA سواء جديد أو قديم من أن يقطع بإنزيمات الـ restriction enzyme. إذن الـ DNA القديم راح يكون بـ methylation. أثناء عملية الـ replication لما يتكون ستراند جديد، شريط جديد، ما يكون عادة بمثيلة. لذلك من السهل إذا صار في خطأ في هذا الستراند الجديد إنه ممكن واحد يعدله. ليش؟ لأنه ما بيمثيليشن، ماكو مجموعة مثيل تمنع عملية قطعة وتصليح. لهذا السبب فإن عملية المثيليشن هي عملية أولا هي تحمي الدي إن إي من الدي إن إي الغريب، والشيء الآخر هي تعمل على دقة الريبليكيشن، دقة تضاعف الدي إن إي عن طريق أنه الستراند الجديد ما يكون بميثليشن. لذلك من السهل أنه تحدث عملية إصلاح له بالإنزيمات القاطعة. عملية المثيلة أيضا تحدث في قاعدة النيتروجينية أو ذرة النيتروجينية عفوا رقم 6 في الأدينين عادة في البروكاريوت. مثل ما نلاحظ هنا هذا الشيء اللي نبي نحكي عنه، هاي هو شريط الدي ان اي متكون من شريطين، طبعا اثنيناتهم بيهم مثيل في موقع الادينين. لما يصير ريبليكيشن اكو تو سترانتس راح تتكون جديده، هذا الستراند الاول، هذا طبعا البيرنت اللي هو بي مثيل، المجموعه البرتقاليه تمثل مجموعه المثيل، يكون فيها مجموعه مثيل، بينما المجموعة الستراند الآخر اللي هو هذا بالأزرق الفاتح ما يكون به مجموعة مثيل لأن هذا جديد هو مصنع، يعني مصنع أثناء عملية الريبليكيشن ما يكون حاوي على مجموعة مثيل. فإذا هنا ممكن إذا صار طفرة أثناء العمل مال الدي إن إي بوليمريز بالخطأ، يعني إضاف بيز بيرنج بصورة خاطئة، ممكن إنه الإنزيمات تقطعه وتصلحه، بينما من السر عملية مثيلة بعد لا يمكن إصلاح. هذا طبعا الشريط الآخر. في الإيوكاريوتيك سيل أيضا تحدث عملية الدي إن إي ميثيليشن، وهي تعتبر إبيجينيتيك ميكانيزم، يعني عبارة عن عملية غير جينية أو فوق الجينية، ما لها علاقة بالجينات، وإنما علاقة بإضافة مجاميع كيميائية إلى النيوكليوتيدات حتى تسوي لها مثيلة. المثيلة عادة هناك قلنا بالبروكاريوت تحدث في الأدينين، بينما في اليوكاريوت تحدث في السيتوزين عن طريق نقل مجموعة مثيل إلى ذرة الكربون رقم 5، ولكن ليس كل سيتوزين، وإنما السيتوزين فوسفيت جوانين. بهذا لما تكون سي وراها جي على نفس السترانت راح يحدث عملية إضافة مجموعة مثيل لذرة الكربون رقم 5، فيصير اسم السيتوسين 5 مثيل سيتوسين، ولكن ليس أي سيتوسين، لازم السيتوسين تكون مع يعني تعقبها جي اللي هي جوانين، يلا تحدث عملية المثيلة، فيسمونه سي بي جي. المقصود بالسي بي جي إنه 5 برايم سيتوسين فوسفيت ثم جوانين ثم 3 برايم، إذا اتجاهها 5 إلى 3 حتى تحدث عملية المثيلة، سيتوسين بعده جوانين، فتحدث عملية إضافة مثيل إلى ذرة الكربون رقم 5 في الـ CBG. طبعا إضافة ذرة الكربون، إضافة المثيل إلى ذرة الكربون رقم 5 يحمي الـ DNA وإلى علاقة بالجين إكسبرشن، تنظيم التعبير الجيني، وخاصة ركروتينج البروتينز، جلب البروتينات اللي إلها علاقة بمنع أو كبح الجين إكسبرشن، أو ممكن بالعكس أنه تجلب الترانسكريبشنال فاكتورز للدي إن إي أثناء عملية الجين إكسبرشن، فهي إذا تتحكم بعملية الجين إكسبرشن.
تخلي بعض الجينات يحدث لها اكسبريشن والبعض الاخر قد ما يحدث من هالباب. اذا الدي ان اي ميثيليشن مثل ما قلنا، مثل ما بالبروكاريوت بالياكاريوت اكو دي ان اي ميثيل ترانسفيريز اللي ايضا تعمل على اضافه مجموعه الميثيل الى هنا السيتوسين وهناك الادينين بنفس الطريقه، يعني ايضا تضيف ذره الكربون رقم 5 يضاف لها المثيل عن طريق هذه الانزيمات المثيل ترانسفيريز. الان كملت عمليه او خلينا نقول الايفنتس او البوست ريبليكيشن ايفنتس، راح نروح الى موضوع اخر وهو دي ان اي بروف ريدنج اند ريبير اكتيفيتي، عمليه قراءه وتصحيح الدي ان اي وعمليه الاصلاح للدي ان اي حتى بعد الريبليكيشن. الـ DNA مثل أي موليكيول عندها قابلية على حدوث التغيرات الكيميائية والتفاعلات الكيميائية فيها، ومما يؤدي هذا إلى حدوث طفرات. هذه الطفرات قد تأتي أثناء الريبليكيشن لما يوضع في البيز بير معينة في مقابل البيز الغلط، مثلاً السي ينضاف لها أي أو تي يضاف لها جي، فإذا هذا خطأ لازم أي تي والسي جي. فممكن هذه تحدث اثناء الدي ان اي ريبليكيشن بشكل سبونتينوس، بشكل تلقائي عشوائي تلقائي خلينا نقول، او ممكن تحدث بسبب التعرض للمواد الكيميائيه او الاشعه مثل الاكس ريز والجاما ريز وغيرها. فاذا الدي ان اي ايضا معرض لعمليه دمج وعمليه طفرات، قد تكون سبونتينوس او قد اثناء الريبليكيشن ممكن تكون، او ممكن تحدث بسبب التعرض للمواد الكيميائية المطفرة مثل الكيميكالز اند راديشنز. لكن لما نتكلم عن الدي ان اي ريبليكيشن، الدي ان اي ريبليكيشن هي عملية دقيقة جدا وصحيحة جدا الى حد من الغير شائع ان يحدث فيه خطأ اثناء عملية الريبليكيشن. ولما يحدث الخطأ احيانا يعني يكون قاتل بسبب حدوث السرطان مثلا في الايوكاريوت اذا صارت طفره مثلا في جين معين. الدي ان اي موليكيول عندها قابليه على احداث طفره خلينا نقول بريت او ايرور ريت معدل خطا ممكن توصل الى حدود 10 اس 10، يعني جدا نادره، لان هذا شيء جدا مهم حتى الدي ان اي يحافظ على البيز سيكونس مالته حتى ما يحدث في أخطاء شديدة جدا ممكن تؤدي إلى قتل الكائن الحي أو تغيير صفاته المهمة. الميجر ميكانيزم، الميكانيزم المهمة الرئيسية في تصحيح الـ DNA replication هي عملية البروف ريدينج اللي هي activity للـ DNA polymerase. دي ان اي بوليمريز مثل ما قلنا الاسبوع الماضي عنده قابليه تشخيص الخطا اثناء ما يضيف النيوكليوتيدات وتصحيحها، قطع النيوكليوتيد الخطا واستبدالها بالنيوكليوتيد الصحيحه، ويعتمد على قابليته 3 برايم تو 5 برايم اكسونيوكليز اكتيفيتي، عنده قابليه القطع باتجاه 3 الى 5 حتى يشيل النيوكليوتيد الخطأ ويعوضها بالنيوكليوتيد الصحيحة. هذه موجودة في أغلب الدي ان اي بوليمريز المسؤولة عن الريبليكيشن. طيب في الإيكولاي احنا قلنا انه الدي ان اي بوليمريز هناك ثلاث انواع 1 اند 2 اند 3، كلهم عندهم قابلية، طبعا إيكولاي واحد من البروكاريوتس، عندهم قابلية على البروف ريدنج اكتيفيتي، عندها قابلية على تصحيح الخطأ. وأيضاً الـ 2 eukaryotic DNA polymerase اللي هي الدلتا والإبسلون، اثنينهم أيضاً اللي مسؤولين عن اللاجنج والليدنج سترون ريبليكيشن، أيضاً اثنينهم عندهم قابلية على تصحيح الخطأ أثناء الريبليكيشن، اللي يحدث أثناء الريبليكيشن. مثل ما نلاحظ بهذا الشكل، هذا طبعاً الـ parent strain، سترين الأبوي، وهذا strain الثاني اللي دايماً بني عليه أثناء عملية الريبليكيشن. آخر نيوكليوتيدة انبنت أو تنضاف إلى نيوكليوتيدة هي التي، فالمفروض الدي ان اي بوليمريز يضيف أي مقابلها. هنا الدي ان اي بوليمريز أخطأ وضاف الجي،
نيوكليوتيدات اللي فيها جوانين. بواسطة فعاليته اللي باتجاه 3 إلى 5، لأن هي هذا الاتجاه 3 إلى 5 عنده قابلية قطع باتجاه 3 إلى 5، يقطعها 3 إلى 5 إكزونيكليز أكتيفيتي، يقطعها للجي بعد ما لاحظ أنه هي مو مكانها، مو صحيحة، وراح يرجع يضيف النيوكليوتيدة الصحيحة واللي هي المفروض شنو؟ المفروض أي. هنا نلاحظ عدل الخطأ، التي ضاف مقابلها أي. طيب هذه عملية البروف ريدينج تكلمنا عنها. عمليات الـ DNA Repairing Pathways عندنا 5 طرق لتصليح الـ DNA عند حدوث الطفرات. هذه العمليات هي عندنا Mismatch Repair، Base Excision Repair، Nucleotide Excision Repair، Homologous Recombination، and Non-Homologous End Joining. هذه 5 طرق لتصحيح الخطأ. الطريقة الأولى هي المسماتش ريبير، من اسمها هي عملية إصلاح للنيوكليوتيدة التي وضعت بالخطأ وتجاوزها الدي إن إيه، لأن إحنا قلنا الدي إن إيه بوليمريز عنده قابلية البروف ريدينج، فيصلح الخطأ اللي أحدث. لكن في حال إنه البروف ريدينج ما صارت بشكل صحيح، أكو ميكانيزم أخرى أو باثوي جديد أو آخر، هو المسماتش ريبير راح يلاحظ هذا الخطأ ويصلحه. بعد أنه تجاوز الـ DNA polymerase وما صلحه، يجي الباثوي اللي يسمونه مسماتش ريبير ويصلح هذا الخطأ. ممكن يصلح مختلف أنواع الطفرات مثل الانسيرشن، ديليشن، سبستيتويشن، ممكن أثناء عملية اللي تحدث في الأخطاء اللي تحدث بعد الريبليكيشن. إذا أجينا للميكانيزم بشكل توضيحي شلون تحدث المسماتش ريبير، هنا الـ DNA طبعاً عابرها خال الجي، هاي التي ضايف لها جي مقابلها بالخطأ، وعابرها ومكمل الريبليكيشن بشكل صحيح وراها. فشنو اللي حيحدث؟ اللي يحدث إنه هذه القطعة طبعاً مو فقط النيوكليوتيدة بس، وإنما كل النيوكليوتيدات اللي قبلها واللي بعدها راح تحذف، تقطع ويتخلص من عندها. طبعاً راح يصير جاب، ما معقول الدي إن إيه يبقى هيك، لازم تعوض بقطعة دي إن إيه تنبني في مكان الدي إن إيه، حيث ممكن إنه تصلح الجي وتتخلى في مكانها أي، مثل ما نلاحظ هنا. هنا تصلح الخطأ عن طريق من؟ عن طريق الدي إن إيه بوليمريز نفسه. طبعا لما نضاف قطعة الدي ان اي هنا صار لها ريبليكيشن، اكو هنا فراغات بمنطقة ال 5 برايم 3 برايم فوسفو دايستر بونز، لازم تنسد عن طريق انزيم يسمونه الدي ان اي لايجيز، فسدت الجاب، صلح الدي ان اي بهذه الطريقة، الطريقة اللي يسمونها مس ماتش ريبير سيستم. الطريقة الثانية هي البيز اكسيشن ريبير باث واي. هذا الباث واي مثل ما بتلاحظون بيز اكسجين، اذا هو هنا الخلل وين؟ بالبيز، بالقاعده النيتروجينيه. عاده تكون الليجن او الخلل في صغير، حجمه صغير، ولا يعمل على تشويه الدي ان اي هيليكس، يعني الدبل ستراند هيليكس ما راح يشوه بوجود او بحدوث هذا الخلل، على عكس اللي بعده. هناك انزيمات تسمى جلايكوسيليزز، هذه الإنزيمات عندها قابلية على اكتشاف وإزالة أي نوع من الدمج الذي يحدث بالبيز، فتعمل على قطعها، ومثل ما نقول مثل ما تلاحظون هسه راح نجي إن شاء الله عليها. طبعا هذا التغيير اللي دا يحدث بالبيز هو بسبب الهيدروليسيس أو الميثيليشن أو أوكسيديشن، إذن هو تغيير كيميائي. راح نجي على هذا المثال لأنه توضيحي جدا ويبين الفكرة من الموضوع من البيز اكسيشن ريبير باثوي. هذا الباثوي الثاني عادة ما يتعامل ويا النيوكليوتيد اللي مخليها بالخطأ، لا، وإنما يتعامل مع النيوكليوتيد اللي صاير بيها
عملية تغيير كيميائي بحيث مغيرة طبيعة البيز اللي موجودة في النيوكليوتيد. مثلا السيتوسين لما يحدث له دي أمينيشن، إزالة مجموعة الأمين من عنده السيتوسين يتحول إلى يوراسيل. فإذا هنا التغيير مو بالبيز مشكلتها، لا يعني هي أصلا خالينها سيتوسين، ما غلطان الدي إن إيه ريبير، ولكن المشكلة شنو؟ صاير لها دي إن إيه دي أمينيشن صار للسيتوسين، فمتحولة من سيتوسين إلى يوراسيل. من تحولت إذا صارت خطأ، صارت يوراسيل مقابل الجي، واحنا نعرف اليوراسيل المفروض فقط في الار ان اي، ما موجود الدي ان اي، فهنا مكانه اصلا خطا. فشو اللي حيصير؟ هذه البيز راح تكتشف بواسطه الانزيمات اللي هسه حكينا عليها جلايكوسيليزز، تكتشف وتقتطع تزال، يبقى مكانها فارغ. بس شنو اللي يبقى هنا مثل ما تلاحظون؟ لاحظوا ستراند باقي، اللي تقتطع هي البيز نفسها، اليوراسيل تقتطع. فايش راح يصير؟ مثل ما تلاحظون بيزلس نيوكليوتيد، يعني نيوكليوتيد ما بيها بيز، ما بيها قاعده نيتروجينيه. احنا نعرف انه نيوكليوتيد بيها قاعده نيتروجينيه وسكر وفوسفات. هنا لما نصير خلل بالقاعده النيتروجينيه ما راح تقطع نيوكليوتيد كامله، لا تقطع فقط القاعده النيتروجينيه وتزال. ثم ايش راح يحدث بعدها؟ طبعا لانها تعتبر غريبه، ما في نيوكليوتيد فيها سكر وفوسفات بدون قاعده نيتروجينيه، تعتبر غريبه. فمن صارت غريبه راح تقتطع حتى الشوجر والفوسفيت ايضا تقتطع. شوفها صار جاب هنا، موجود السكر والفوسفات موجود هنا، حتى هاي هم النقاط. عمليه الريبيرنج واستبدلت بالكامل بنيوكليوتيدات السيتوسين، ولكن ما بيها دي امينيشن، يعني سيتوسين طبيعية. الجاب اللي صارت هنا وهنا تنسد بإنزيم يسمونه لايجيز، يربط النهايات 5 و 3 مع اللي مع الشريط بحيث كأنه ما يلصقها بالكامل. هذه هي الطريقة الثانية. إذا مسماتش ريبير ثم البيز اكسشن ريبير. الطريقة الثالثة هي نيوكليوتايد اكسشن ريبير باث واي. هنا نيوكليوتايد وليس بيز، نيوكليوتيد هنا. طبعا في هذا النوع من الريبيرنج باثويز، عادة الخلل هنا ما يكون عبارة عن تفاعل كيميائي حدث النيوكليوتيد، لا هنا راح يصير انه اكو خلل ارتباط نيوكليوتيد بالنيوكليوتيد المجاورة. احنا نعرف انه نيوكليوتيد عادة ترتبط من الستراند الاول مع الستراند الثاني حتى تسوي السكندري ستراكشر اوف دي ان اي، مثل ما اخذناها ب المحاضره اللي تحكي على الدي ان اي ستراكشر. هنا اللي يحدث لا، راح يصير تفاعل ما بين او ارتباط ما بين نيوكليوتيدتين اثنين على نفس الستراند وليس بالمقابل. هنا مثل ما تشوفون هنا الاي مع التي والاي مع التي، هنا مرتبطه التي مع التي. شوف شلون صاير هاي الحلقه، اذا هناك خلل لأنه التي عادة ما ترتبط بالتي المجاورة وإنما التي المقابلة لأي المقابلة بالستراند الآخر. هنا لا، مرتبطة الثايمين مع الثايمين المجاور إلها. فإذا هنا راح يصير ديستورشن، يعني تشويه بالدي إن إي، الدبل هيليكس دي إن إي راح يصير ديستورشن كبير جدا، يسوي خلل في شريط الدي إن إي، مو مثل الباثوي اللي قبله اللي سميناه البيز اكسشن ريبير. هذا ما راح يسوي خلل بشريط الدي ان اي، شريط الدي ان اي راح يبقى سليم ما بيشي. هنا لا، هنا راح يحدث ديستورشن كبير بالشريط مالت الدي ان اي، بحيث حتى عمليه الريبليكيشن راح يصير فيها خلل. اذا المفروض هذه الخلل يجب ان يعالج عن طريق الاكشن اوف دي ان اي بوليمريز، عن طريق قطع هذه البيز بيرنج اثنيناتهم المو طبيعيه وتزال وتستبدل بالطبيعيه. هذا النوع من الخلل او الديستورشن عاده يحدث عند ارتباط الثايمين مع الثايمين او السيتوسين مع السيتوسين. ليش؟ من سبب تعرض لليو في لايت. اذا هنا اليو في لايت هو السبب في إحداث ارتباط الثايمين مع الثايمين، أو أحيانا السيتوسين أيضا مع السيتوسين على نفس الستراند.
بحيث هيجي صار شكلها. هذا ارتباط الثايمين مع الثايمين يسمونه الثايمين دايمر، ثايمين دايمر، وهو دائما يحدث بسبب التعرض لليو في لايت، الأشعة فوق البنفسجية. هذا النوع من الطفرة، خلينا نسميها طفرة، عادة ما تزال بواسطة إنزيم للنيوكلييزس، يعني يتم التعرف عليها وقطعها بواسطة الإنزيم النيوكلييزس. ثم يجي الدي إن إيه بوليميريز يملأ الفراغ، لأن هاي لما تنقطع راح يبقى فراغ هنا، تنقطع عن طريق إنزيم النيوكلييز ويملأ الفراغ عن طريق الدي إن إيه بوليميريز، والجاب مثل ما قلنا تملأ بالدي إن إيه لايجيز يربطها. فهو هاي عملية التصحيح. إذا جينا هنا إلها شلون تصير النيوكليوتايد اكسشن ريبير، مثل ما تلاحظون هذا شريط دي إن إيه، شوف الثايمين مرتبطة مع الثايمين بنفس السترانج، تعرضت لليو في لايت ارتبطت هذه الثايمين الأولى مع الثايمين الثانية، شوف شلون صار شكل. إذا غيرت شكل الهيليكس، شوف شلون ارتفع. طبعا مو فقط هذا، لما يبدي يرتفع الشريط كله راح يبدي يرتفع، فراح يفك ارتباط النيوكليوتيدات الدائر مدايرها. شوف هاي ثلاث نيوكليوتيدات من هاي وثلاثة هنا، مع انه الخلل فقط في ذولي، ولكن راح يحدث انه حتى النيوكليوتيدات اللي بصفها تبدي تفقد شكلها وارتباطها بالنيوكليوتيدات المقابلة. الدي ان اي شلون راح يصير؟ عبالك اكو فقاعة بابل، فقاعة مفتوحة كأنما، فإذا الديستورشن هنا كبير وليس مثل بيس اكسشن ريبير. فش راح يصير؟ راح يجي الانزيم النيوكليز راح يشلع كل هاي المنطقة كلها، يقطعها مو فقط الدايمين دايمر، وإنما يقطعها كلها مع القواعد أو خلينا نقول النيوكليوتيدات المجاورة لها، يقطعها كلها ويترك فراغ. هذا الفراغ عادة يعمل عليه الدي ان اي بوليمريز، يصنع قطع دي ان اي جديدة، بحيث الثايمين هذول الثايمين يواجهون الأدينين ويرتبطون معاهم بعصرتين هيدروجينيين. إذا ماكو خلل هنا، رجع شريط الدي إن إيه طبيعي. طبعا الجاب اللي صارت هنا راح ترتبط أيضا بمن الدي إن إيه لايجيز، هو إنزيم يربط نهايات شريطي الدي إن إيه مع القطعة الجديدة التي تكون. أعتقد الشكل واضح جدا والفكرة واضحة. بقت عندنا نوعين من الريبيرنج. هنا النوع من الريبيرنج تحدث لما يحدث قطع شريط الدي ان اي كلا الشريطين وليس شريط واحد، يعني مو مجرد نيوكليوتيد او مجرد بيز يصير بها خلل راح تنقطع وتستبدل وتصحح، لا، هنا لما يصير الخط قطع وين؟ بالشريطين الاثنين، وهذا دي ان اي فيصير قطع بالاثنين مثل ما تلاحظون قطع كامل، وهو الأخطر ما بين أنواع الخلل اللي ممكن يصير في الدي ان اي، يعني الدي ان اي دامج سيريوس، يعني فشي ممكن انه يا اما يؤدي الى السرطان او ممكن الى يؤدي الى السيل ديث، ممكن انه حتى الخلية كلها تموت. هذا النوع من الريبيرنج طبعا هذا شلون يصير القطع بالشريطين اثنيناتهم؟ عن طريق التعرض ل الايونايزنج راديشن، الاشعه المؤينه يسموها ايونايزنج راديشن، مثل جاما راديشنز والاكس رايز راديشن. لهذا السبب تعتبر الجاما والاكس رايز خطره جدا على حياه الانسان، والجرعه لازم تنضبط عند اخذ اشعه الاكس رايز لانه خطره، تعرض لها خطر. والقطع راح يكون بشريطين في مرت الدي ان اي، ولهذا السبب هو خطر. هذا النوع من الخلل الذي يحدث بالدي ان اي يعالج بطريقتين، يا اما هومولوجوس ريكومبينيشن اللي هي الطريقه الرابعه، او بالطريقه الخامسه اللي هي نون هومولوجوس اند جوينينج، راح نجي نشرحهم واحده واحده. النون هومولوجوس اند جوينينج هنا اللي يحدث انه قطع مثل ما قلنا راح ينقطع شريط الدي ان اي بسبب تعرض الاشعه مثلا. هنا العملية ببساطة يرجع شريط الدي ان اي ويربط بعضه مع بعض، ولكن اللي يحدث شنو؟ يحدث انه قد يفقد قسم من النيوكليوتيدات في موقع القطع. طبعا اذا فقدت مجموعة نيوكليوتيدات او نيوكليوتيد او اثنين،
راح تأثر على منطقة الجينات اللي بالمنطقة، أكيد راح الجين هنا يصير بي ديستورشن، وراح يحدث هنا ميوتيشن، طفرة، يا أما ديليشن ميوتيشن أو ممكن انسيرشن، يعني وات ايفر. المهم راح يحدث ما دام صار خلل هنا وحذفت بعض النيوكليوتيدات، إذا يحدث طفرة من نوع الديليشن ميوتيشن. إذا هنا راح يصير خلل، صح؟ الدي ان اي راح يرتبط بعضه مع بعض ويرجع طبيعي، ولكن المشكله هنا انه بعض النيوكليوتيدات راح تنفقد، راح تحدث طفره. طبعا هنا النون هومولوجوس اند جوينينج هي عمليه تعويضيه احسن مما ينفقد الدي ان اي كله، يعني مثل ما يقولون خطا بسيط افضل من لا شيء، شيء افضل من لا شيء. تحدث طفره ولكن تحافظ على الكروموسوم مثل ما هو مع وجود طفرة في الموقع. وإذا جينا على consequences مالت هذه الطفرة راح نشوفها هينة، من أن أفقد كروموسوم آرم، ذراع مال كروموسوم كامل مثلا، راح يسوي خلل كبير جدا قد تؤدي إلى وفاة أو ربما حتى كانسر حسب موقع. فإذا راح يصير mutation في مكان القطع، وطبعا من نوع عادة يكون deletion mutation. إذا أكو خلل، أكو قطع. النوع الخامس والأخير اللي هو homologous recombination repair، هنا يحدث في جميع الكائنات الحية تقريبا من البكتيريا إلى الهيومن، مهم جدا في عملية الدمج، ليس فقط يصلح الـ DNA المكسور وإنما يحافظ على السيكونس، يعني ما راح تصير طفرة ومثل الأول. الفكرة شنو؟ الفكرة أنه يستعمل إذا صارت طفرة أو كسر بالتتراند اثنين راح يستعمل أما سيستر كروماتيد أو يستعمل الشريط الآخر. إحنا نعرف كلنا أنه كل جين يجي من الأم ومن الأب، paternal وماternal. فإذا كان القطع بالpaternal ممكن يستعمل الماternal ويبني فوقه، يبني على أساس التتميم إليه، وإذا كان قطع بالماتيرنال يستعمل الماتيرنال حتى يكمل إليه. بيجي حالة ما راح يصير فقد ولا طفرة لأي شيء. طبعا هذا طبعا مفضل جدا، هسه مثل ما تلاحظون هذا الأحمر وهذا الأزرق، القطع وين صاير؟ صاير بالشريط الدي إن إي، مثلا خلينا نقول هذا الأموي الجاي من الأم وهذا من الأب، صاير القطع بالستراند الجاي من الأم واللي جاي من الأب سليم. مش راح يصير هنا العملية، العملية إنه الدي ان اي الجاي من الام راح يستعمل التمبلت من احد شريطي اللي جاي من الاب حتى يكمل مثل ما تلاحظون ليكمل الشريط عليه، وكانما هو تمبلت له، وهذا يؤدي الى اكتمال شريط مثل ما تلاحظ عشان الجزء البنفسجي راح يصير اكتمال شريط الدي ان اي المكسور بدون فقد اي شيء. لكن شنو راح يكون هذا الجزء من الدي ان اي؟ هو بالضبط مشابه للمقابل وليس اللي جاي من الام، مشابه لمالت الاب وليس من الام، هذا الجزء من الدي ان اي، ولكن ما راح تحدث طفره. طبعا هذا النوع من الريبيرنج هو افضل من اللي قابله طبعا، لانه ما راح يصير بيه طفره، راح يصير اعاده بناء الشريط بدون فقد او بدون اي مشكله في الريبليكيشن او في الدي ان اي المكسور، يرجع طبيعي. إذن السيدارنا نرجع المصطلحات، البروفريدينج المقصود أنه أكو إصلاح للدي إن إي، إرر أخطاء اللي تحدث في الدي إن إي أثناء الدي إن إي ريبليكيشن، عادة ما يقوم بها الدي إن إي بوليمريز. المس ماتش ريبير هي إعادة وتصليح الخطأ بالدي إن إي بعد الريبليكيشن، بعد ما يحدث الريبليكيشن تجي عملية تصليح الخطأ. بينما الدي ان اي دامج ريبير هنا اكو اول شيء ديتكشن للخطأ، يعني تحديد الخطأ وين، ثم تصليح اثناء السيل سايكل، اثناء ما الخلايا ما تنقسم، وممكن انه يحدث هذا. اذا بوعنا على الشكل هذا وهو السلايد الاخير ان شاء الله، الدي ان اي دامج والريبير مالته بصورة عامة هذا يحكي الشكل عن طريق عن الدمج اللي يصير وطريقة الإصلاح. مثلا الإكس رايز، الكليتنج ايجنت، هيدروليسيس،
الاو2 راديكلز، هاي كلها ممكن انه تسبب طفرات وكسر في ممكن حتى بالسنجل ستراند بريكس، يعني فقط شريط واحد ممكن تسبب خلل في التركيب الكيميائي للستراند. هذا النوع من الخلل عادة البيز اكسيشن ريبير، لأنه يحدث الخلل في التركيب الكيميائي للبيز بالقاعدة النيتروجينية وليس في النيوكليوتيد كله. مثل ما نلاحظ اليوراسيل هنا ليس شرحناه. عند التعرض لليوفي راديشن هذا نوع آخر من الدمج راح يصير ثايمين دايمر، مثل ما نلاحظ هذا ثايمين وثايمين مرتبطة مع بعضها، وشوف الديستورشن شو صاير هنا. أنا ما يصير ديستورشن، دي أنا يبقى مثل ما هو شريطين مرتبطة وماكو مشكلة حتى بوجود الخطأ، بينما بالثايمين دايمر راح ترتبط الثايمين مع الثايمين وتشوف شلون الخلل يصير. شريط الدي ان اي راح يصير بعقجة كأنما معقوج، إذا خلل كبير بشكل الشريط الدي ان اي. الثايمين دايمر عادة الباثوي مالتها نيوكليوتايد اكسشن ريبير أو عملية تصليح بالقطع مال النيوكليوتيدة، تقطع وتستبدل. الإكس رايز ممكن أو أنتي كانسر ايجنت، مواد سرطان اللي هي مسؤولة عن السرطان، معالجة السرطان يعني، ممكن تكسر دي ان اي اثنين شريطي الدي ان اي اثنيناتهم، وهاي الطريقة ممكن انه يحدث لها ريبيرنج بواسطة الريكومبيننت ريبيرنج. عندنا الريبليكيشن ايرور مثل ما قلنا عن طريق المس ماتش ريبير، إذا ما تصلحت عن طريق الـ DNA polymerase ممكن الـ mismatch repair يقوم بالعملية. طبعا هذا كل اللي عندنا